يعني قد حاولنا كثيرا مع بغداد ومع الخارج من أجل تنفيذ الدستور، أن نرجع للدستور، أن نرجع للاتفاقات السابقة، لكن للأسف لم تكن فيها أي فائدة. تحدثنا مع التحالف الوطني، تحدثنا معهم أن الوضع يسير نحو الأسوأ. قلنا لكم بأن الوضع خطر جدا، إذا استمر الوضع بهذه الطريقة فإن ربما سيصل إلى الصدام. تعالوا معنا أما إلى شراكة حقيقية، أو نكون جيرانا جيدين مع بعض وأن نتعاون مع بعض. في ذلك الوقت كان موقف التحالف الوطني موقفا إيجابيا، كان قبل سنتين أو ثلاثة، حتى قالوا لنا إذا ما وصل إلى اتفاق لحل المشاكل فإمساكم بمعروف أم تسريح بإحسان. كان هذا هو ردهم لنا، يعني لكنهم حصلوا على الدبابات أبرامس ويحاولون باستخدامها بالحرب ضدنا، يقومون بالحرب ضدنا.